أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد في فيديو جديد. إن شاء الله نوريكم واحد الطريقة كنسقيو بها. حنا كنسقيو بالغوتا غوت دائما، وهذه المسألة كنشير لها دائما، حفاظا على الماء وهذه العملة النادرة الماء، لأن الماء هو أساس الحياة. ولكن واحد المسألة بغيت نشير لها بالنسبة حنا لهاد، عندي أشجار الزيتون وأشجار الرمان، زارع الوسط ديالهم العنب، وطبعا العنب كنخدموه في فترة السكون ديالو، يعني كنحاولوا يعني نحاولوا نكربلو كيف كنقولوا حنايا، نهيئوا ليه التربة بجنب الجذوع ديالو ونقلموه، يعني الزبير والزيتون كذلك، ولكن مع التعرية ديال الجذور لابد من السقي، خصو يكون السقي بالغمر. كنعملوا حوض طويل كيف كتلاحظوا، حوض طويل كنسميوه حنايا يعني خط ديال الماء طويل او طالو. الماء كيدور، ها هو كيف كتلاحظوا التيو، مع التيو ديال الماء 32 بومبا صغيره كيعمر هاد الماء كيمشي في هاد الخندق، هذا الحوض، ها شجرة العنب، ها شتلة العنب، هاي شتلة التين. العنب مهم، العنب تحت الأشجار. باش الإخوان، أنا قلت لكم هذه المسألة ديال العنب راها مجربة، هذا العنب هذا راه نتج وعطى اللون وبدون أمراض فطرية ولا أمراض يعني على الأوراق وكذا وكذا، على المشكل ديال الظل، بالعكس هو ساعده في الظل، دار ليه دفء وبحال هيئ ليه مناخ جميل جدا اللي ساعده باش كينمو وعطى إنتاج بشكل جيد. هذا الفيل اللي حنا دايرينه في الجناب، كيف كتلاحظوا الماء كيمشي بسرعه بطريقه انسيابيه، وكيشبع رغم الماء غادي بسرعه. شو يعني الماء ابتلاء الارض تقريبا ماشي الى يعني جذع الشجره، رغم ان الشجره العنب بعيده عن الماء مباشره، والشجره كذلك، اي شجره بعيده عن. لاحظوا الماء كيف ماشي، الماء كيف ماشي، الماء كيف ما يمشي، كيمشي بسرعة، خط كيمشي من الراس للراس. نفس الوقت أشجار كتسقى والعنب كيتسقى وبكمية قليلة، بكمية قليلة وماشي بسرعة، يعني الماء ماشي بسرعة، يعني ما كيضيش كما نقولوا حنا، الماء لا يجتمع في أماكن، بل الماء شوفوا لاحظوا كيمشي، لاحظوا كيمشي يعني ماشي بسرعة الماء، حتى كيوصل لخط الرأس ديال المزرعة في الرأس من لهيه، وفي نفس الوقت كيدور مع الخط الآخر، يعني دورة كاملة الماء كيدور بسميتو بهاد كنحط التيو كيدور يعني بالأشجار كاملة ديال الزيتون والعنب. وهذوما العنب اللي قلت لكم، لاحظوا العنب، العنب كذلك ملي كيكمل هذا الحوض هذا من راس الراس، كنوضع يعني نفتح له من هنا، نفتح له من هنا، ها هو المكان ديالو، نفتح ليه من هنا ويدخل الماء كذلك مع هذا الخط، هذا يدخل الماء مع هذا الخط وكيمشي نيشان، حتى هو كيمشي بسرعة، يعني وقت وجيز كيوصل حتى الراس كيرضع، ماشي الكوتا كوت تخليه مطلوق يعني مدة وهي كترضع. الطريقة أنا جربت هذه الكوتاكوت، أنا كنسقي بالكوتاكوت، ولكن خاص وقت كثير باش تبقى تنقط 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 جنب الشجرة. هنا كان الماء كيمشي بسرعة، فواحد الوقت وجيز دغيا كيعمر الطالو، كنسدو كنحول الطالو لآخر كنحول، يعني جربت أنا الطرق كاملين، جربت الحوض وهاد الطريقة ديال الماء يمشي بسرعة، وجربت الكوتاكوت، يعني الكوتاكوت أفضل بالنسبة يعني الاقتصاد في الماء، ولكن يدوم مدة طويلة كثيرة باش تشبع الشجرة وتشبع الأرض على حسب التربة، لأن التربة تختلف من مكان لمكان. بالنسبة لهذه الطريقة ديال يعني الأرض تكون انسيابية ويمشي فيها الماء كيف كتلاحظوا بسرعة، كترضع كتشبع، ممكن نسقي من 15 يوم، 15 يوم أو 20 يوم، 20 يوم. الكوتا كوت ممكن خاصك تسقي كل 3 أيام أو كل يومين على حساب التربة. هنا كتشبع أولا كنربح الوقت، اما بعض الاخوان يقول لك فيه ضايع للماء، هو ماشي ضايع للماء، انا جربتهم كاملين، انا كنسقي بالكوتا كوت، انا كنقول لكم دائما كنسقي بالكوتا كوت، ولكن هذه الطريقه هي كذلك فعاله
وجيدة. المهم انا نمشي معكم حتى الراس كيف كيمشي الماء. ها الشجرة، الشجرة فين؟ نزيد عليها الشجرة، راها رضعات، شوف الماء واصل ليها، الماء دابا هو غيوصل، اي مجرد ما كيوصل الراس غنسدو، غنسدو داك الماء اللي كيبقى فيه كتشربو الارض، وكيوصل للشجرة في السقي ديالها، ملي كيوصل للشجرة في السقي ديالها كنفتح الخط الاخر، وهذا كل وقت وجيز، يعني ما كملش ربع ساعة، ربع ساعة. وبالنسبة للمسألة ديال الكوتا كوت، نفس البومبا راه كنستعملها، نيت نفس البومبا بهذاك التيو اللي شفتو، يعني بومبا صغيرة عوض ونص، تيو 40، كندير حتى هي الكوتا كوت وكنحسب الوقت. هنا مثلا ها هو هذا نص ساعة بكثير كيعمر هاد 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 الطالو هذا، نص ساعة بالنسبة للسقية الأولى. بالنسبة للسقية الثانية ربع ساعة كيمشي الماء، كيف كتلاحظوا هو الماء ماشي بسرعة، ها هو شوف كيف كتلاحظوا مازال الماء، حنا نتابعوا لكم الماء ماشي بسرعة، شوف الماء ماشي بسرعة، نصف ساعة وبعدين كتولي ربع ساعة، ربع ساعة ومن كل 15 يوم وحتى ال 20 يوم عاش كنسقي، كتبقى الأرض مرتوية وشبعانة، وهنا كنربح بزاف ديال الحوايج. بالنسبة للكوتا كوت كما قلت لكم، حتى هو جربته، ممكن تسقي طلق الكوتا كوت، طلق يعني الماء، يعني مدة ديال يوم كامل على الأشجار كاملة، يوم كامل وخدام البومبا كتسقي، طبعا الكونسوماسيون ديال الغاز ولا كتسقي بالغاز أو هو دابا وصل، شتا وصل هنايا، هذا هو الحد ديالو، الحد ديالو بإمكانه يدور يمشي مع هذا، يوصل هنا كيدور كيمشي، كيمشي مع هذا كذلك، ولكن أنا غنحبسو هنايا وغنمشي نفتح الآخر، لأن هذا سقيتو، هذا راه مسقي كيف كتلاحظو، هذا راه مسقي، هذا كذلك عنب، ها وريتو لكم، كذلك عنب، ما شفتو دائما الماء ما يجي بنفس السرعة، ها، يجي بنفس السرعة، والشجرة كتسبع. وفي نفس الوقت كتردع الشجره اخرى، لان الاشجار شجره مثلا بهذا الحجم ديال الزيتون راه ماشي يعني الجذوع ديالها العروق ديال، السلام ورحمه الله وبركاته، العروق ديالها راه في الجنب ديالها، العروق راه ممتده الى هنا تقريبا حسب المسافه او الطول ديال الشجره، 3 متر وراه 3 متر وما هي فوق 3 متر، نفس الطريقه اللي كنسقي بها الحامض، حامض هو الحوض ديالو، شوف ما شاء الله تبارك الله الانتاج فيها، لا ضياع للماء ولا شيء، يعني قلت لك انا جربتهم بالنسبه للكونسوماسيون ديال الماء، بالنسبه للكوتا كوت وبالنسبه لهذه الطريقه، هذه طريقه انسيابيه، يعني طريقه انسيابيه، طريقه الماء يكون يمشي بسرعه ماشي يجتمع، بالنسبه للارض اللي تجتمع فيها الماء لا، وبالنسبة هذه أرض تيرس، وبالنسبة للأرض الرملية ما يصلحش لهذه الطريقة هذه، لأن الماء الأرض الرملية كتشرب الماء، خاصها أرض خاصها الكوتا كوت باش نقط نقط ينقط نقطة نقطة، ولكن بالنسبة للأرض تيرس قاسحة شوية بإمكان الماء يمشي، يعني يمشي بسرعة وما يضيعش الماء، ما يتسربش الأرض بسرعة ويضيع. المهم هذه النقطة أردت باش نشير لها بالنسبة للسقي، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بها. هناك من يكون مختلف معي في هذا الامر، انا قلت لكم انا جربت جميع الطرق، انا كنسقي بالكوتا كوت ولا عملت فيديوهات بالكوتا كوت حفاظا على الماء، وانا من الذين يناضلون من اجل الحفاظ على الماء، يعني قطره ماء تساوي حياه، قطره ماء تساوي حياه، ولكن هناك طرق كثيره بالنسبه للسقي، الانسان ممكن بالكوتا كوت وكيوقع ضياع للماء من حيث لا يدري، هناك مشكل في الفانات، مشكل في مشاكل كثيره، انا كنعرف اخوان كثار كيعانوا من هذه المشكلات، وعندي حتى انا عانيت انا بدي من هذا المشكل هذا، وكنسقي به ولكن حسب المناسبات وحسب الظروف، لهذا الفلاح خصو يكون ذكي ويحاول يتعامل مع يعني الظروف يعني الانيه، الظروف الانيه، وكل ما المتجددات اللي كاينه وحسب طبيعه الاشجار اللي عنده والتربه والمناخ يتحكم في الجميع، ما بقاش مساله دراسه ولا عبقريه ولا كذا ولا كذا، المهم الانسان يكون
يعني ابن بيئتي كما يقال، يعني البيئة اللي انت عايش فيها والظروف المناخية اللي انت عايش فيها والتربة اللي انت عايش فيها هي اللي كتحكم عليك وتخليك تتفنن وتخترع، وعاوتاني حساب الجيب ديالك، لأن الماء كيطلع من البير راه بالثمن، ماشي كيطلع يعني بدون مال. راه الطاقة يعني كما تعلمون الطاقة أصبح لها الآن غالية بالنسبة للديازل ولا الليسانس ولا الغاز ولا الطاقة الكهربائية ولا يعني أي حاجة مشكل. لهذا الإخوان أنا حاولت ما أمكن نبسط لكم الأمر والمسألة اللي وصلت لها هنايا، وهذه مسألة يعني ماشي أنا مبتكر، هذه مسألة معروفة منذ القدم يعني متداولة. غير كيبقى الفلاح كيف يعتني بالامور ديالو، كيف كما نقولوا حنايا كيفاش يسير نفسه، كيفاش يسير نفسه، كيفاش يحاول يتغلب على الظروف المحيطه به ويتعامل معها ويتكيف معها ويستأنس بها. هذا ما جاء في علمنا والله اعلم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يعجبكم هذا الفيديو، لا تبخلوا علينا باللايكات ديالكم وبالتعاليق ديالكم وبالتفاعل ديالكم، ساهموا في نصر الخير ونصر النحل. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.